قدمت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية الحسكة العرض المسرحي مغامرة رأس المملوك جابر والعرض الفلكلوري الهنوف على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي، وذلك في إطار مسابقة يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزارة التربية. يقام اليوم عرض رأس المملوك جابر مسرحية للكاتب سعد الله ونوس كمشاركة مديرية التربية في مسابقة يوم المسرح العالمي. نتمنى أن ينال هذا العرض مستوى متقدم على مستوى القطر كمشاركة لمديرية تربية الحسكة. قدمنا احتفالية بعنوان احتفالية مسرحية بالإضافة إلى لوحة فنون شعبية بمناسبة اليوم المسرح العالمي. اليوم تنطلق الفعاليات في كل القطر العربي السوري بمناسبة هذه المناسبة. قدمنا لوحة من فلكلور محافظة الحسكة تحمل عنوان الهنوف، في إسقاطات على الواقع الشعبي الموجود والتراث الشعبي والفلكلور، كون سوريا غنية بالتراث الفلكلوري. شارك فيها عدد أكثر من 40 طالب وطالبة من طلاب المدارس من فرقة المسرح المدرسي. قدمنا اليوم عرض مسرحي عن خيانة الوطن، عن الشخص الذي يخون وطنه ويبيع وطنه مقابل شيء لا قيمة له، وكيف يتم مصيره، كيف ينتهي مصيره هذا الخاين. قدمنا عديد من الرقصات الفلكلورية بالحسكة، هي الكردية والعربية والسريانية، وهذا الشيء يدل على تماسكنا في الأرض العربية والسورية، وإن شاء الله دائما نظل إيد واحدة. الهدف اليوم أنه ما ننسى تقاليدنا ولا ننسى تراثنا ونظل نحافظ عليه. العرض المسرحي صور صراع الخير والشر وانتصار الخير نتيجة الثبات والتمسك بالحق، فيما بنيت أحداث العرض الفلكلوري على الرواية الشعبية من فلكلور جزيرة سوريا، والتي أسقط من خلالها الكاتب أحداث القصة على ما نعيشه من ظروف في زمننا الحاضر. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.